بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية، نستأنف مع غير السمادي ثم الموضوع الذي ذكرناه. Comment améliorer son expression écrite؟ يعني كيفية تطوير تعبيره الكتابي. طبعا سنرى مع هذه الكاتبة الجواب عن السؤال التالي: C'est pourtant difficile de passer de l'oral à l'écrit. Que faire quand on n'arrive pas à être clair? C'est pourtant difficile de passer de l'oral à l'écrit. Que faire quand on n'arrive pas à être clair? Pourtant, le مقصود به ومع ذلك. Pourtant, كما نقول ومع ذلك. طبعا ذكرنا فيما سبق أمام حاجز نفسي التي يجد الإنسان نفسه فيها، لا يجد العبارات التي يستطيع من خلالها أن يستمر ويستأنف الكتابة. إذن يجد نفسه طبعا في عرقلة منذ البداية، وهو حقيقة صعب. طبعا ذكرنا فيما سبق طريقة من الطرق التي من خلالها طبعا يستطيع الشخص أن يتجاوز هذه المرحلة. هنا طبعا يطرح السؤال الآخر: C'est pourtant difficile de passer de l'oral à l'écrit. إنه مع ذلك صعب المرور من الشفوي إلى الكتابي. طبعا أحيانا تكون عندنا أفكار طبعا ممكن أننا نطرحها شفويا، لكن في الكتابة تكون صعبة شيئا ما، ترجمته إلى الكتابة يكون شيئا ما صعبا. C'est pourtant إنه مع ذلك difficile de passer de l'oral à l'écrit. أنه مع ذلك صعب المرور من الشفوي إلى الكتابي. Que faire quand on n'arrive pas à être clair؟ إذن ما الفعل أو ماذا علينا أن نفعل quand on n'arrive pas à être clair؟ عندما لا نصل أن نكون واضحين، حينما لا نستطيع أن تكون لنا رؤية واضحة، ماذا نريد؟ ماذا علينا أن نكتب بالتحديد؟ C'est pourtant difficile de passer de l'oral à l'écrit. Que faire quand on n'arrive pas à être clair? Le passage à l'écrit implique en effet un passage par les mots qui peut obscurcir ce qu'on veut dire. Et dans le passage, يعني المرور à l'écrit, المرور إلى الكتابة implique, c'est le verbe impliquer, يفترض أو يقتضي. Et dans le passage à l'écrit implique. إذن هذا المرور إلى الكتابة يقتضي en effet في الواقع un passage par les mots qui peut obscurcir ce qu'on veut dire. إذن يقتضي المرور par les mots، يقتضي المرور من كلمات qui peut التي يمكن obscurcir. L'obscurité يعني الظلام. إذن obscurcir كما نقول أنه يظلم، يعني أنه يجعل شيئا مظلما. obscurcir المقصود هنا أنه يحجب. Ce qu'on veut dire، ما نريد قوله. إذا نتكلم هنا عن كلمات نستعملها فتظلم، المقصود أن تحجب. Ce qu'on veut dire، ما نريد قوله. إذا علينا أن نتجنب الكلمات التي نستعملها والتي طبعا تحجب ما نريد قوله. فبدل استعمال هذه الكلمات التي تظلم، المقصود أنها تحجب ما نريد قوله، إذن بالأحرى أن نستعمل كلمات بسيطة وواضحة. On a tendance à employer des termes abstraits et des tournures lourdes qui gênent la compréhension. إذن on a tendance. La tendance المقصود بها الميلان أو الاتجاه. On a tendance يعني أننا عندنا ميلان، عندنا اتجاه à employer des termes abstraits. L'استعمال des termes مصطلحات abstraits المجردة et des tournures lourdes وتعابير ثقيلة. إذا نستعمل مصطلحات abstraits كما نقول أنها مجردة، يعني ممكن أن تستعمل في أي اتجاه، يعني أنها غير محددة. et des tournures lourdes، ونستعمل أيضا تعابير ثقيلة. كيجان طبعا عندنا لو فيرب جاني، يعني انك تعوق. كي جان لا كومبريونسيون، التي تعوق الفهم. بور دير كيلكو شوز دو سامبل، لكي تقول شيئا من البسيط كما نقول. بور دير كيلكو شوز دو سامبل، المقصود هنا بور دير كيلكو شوز سامبل، لكي تقول شيئا بسيطا. هنا عندنا لكي تقول شيئا من الاشياء البسيطه كما نقول دو سامبل، من البسيط.
لكي تقول شيئا من البسيط، المقصود البسيطة en faisant يعني أننا نعمل طويلا، المقصود أننا نطيل يعني أننا نفعل طويلا et compliqué ومعقد، المقصود أننا نطيل ونعقد يعني أننا نطيل هذا الكلام ونعقده. السيفي دايور طبعا كلمة أيوه تعني on a notre lieu يعني في موضع آخر أو في مكان آخر. أيوه المقصود بها on a notre lieu المقصود بها في مكان آخر في موضع آخر. نقول مثلا allons ailleurs فلنذهب إلى مكان آخر. nous sommes mal ici نحن في سوء هنا. nous sommes mal ici نحن في سوء هنا. allons ailleurs فلنذهب إلى مكان آخر. إذا نتكلم عن كلمة ailleurs، لكن d'ailleurs المقصود بها لسبب آخر أو من جهة أخرى. إذا نتكلم عن وجهة أخرى، إذا عندما نقول السيفيت دايوغ، إذا نتكلم عن بسرعة من جهة أخرى، أوناغيف بلي أننا لم نعد نصل، أوناغيف بلي يعني أننا لم نعد نصل، المقصود أننا لم نعد نستطع أبورسويفا سون تكست متابعة نصه، يعني أن الشخص بسرعة وهو يعقد الأمور أنه لن يعود يستطيع متابعة نصه، المقصود أنه لن يعود يستطيع متابعة كتابته. أغولي سيزيدي على ربط أفكاره، المقصود أنه لن يعود يستطيع ربط أفكاره. أو أشوفي سالتخ أو استكمال رسالته. أو أشوفي سالتخ أو أشوفي سالتخ أو استكمال رسالته، المقصود هنا pour quelque chose de simple من أجل شيء بسيط en faisant est compliqué يعني أننا نفعل طويلا ومعقدا، المقصود أننا نجعل الأمور طويلة ومعقدة. assez vite d'ailleurs إذا بسرعة من جهة أخرى on n'arrive plus à poursuivre son texte يعني أننا لا نستطيع متابعة نصه، يعني أن الشخص لن يعود قادرا على الكتابة. أغولي سيزيدي وأيضا لن يعود قادرا على ربط أفكاره. أشوفي سالتر أو استكمال رسالته، المقصود أنه لن يعود أيضا قادرا على استكمال رسالته. لتجنب دو سوبخوندر لبيه إذا لتجنب أن تؤخذ لك الأرجل. من أجل تجنب أن تؤخذ لك كما نقول لي بي يعني الأرجل دون تابي ديمو على بساط الكلمات. جو دون سوفون أنا أعطي غالبا سو بتي مويان سامبل هذه الوسيلة البسيطة. بوزيفو سون سيس لا كيستيون إذا الوسيلة هي هذه. بوزيفو يعني اسألوا أنتم، المقصود اسأل، إذا عليكم أن تسألوا. سون سيس بدون توقف، سون سيس بدون توقف. لا كيستيون يعني السؤال، إذن عليكم دائما وأنتم تكتبون عليكم أن تطرحوا السؤال التالي. دون سو باراغراف في هذه الفقرة، دون سو باراغراف في هذه الفقرة أو ست فخاز أو هذه الجملة، المقصود أو في هذه الجملة. كيسكو جو فو دير ماذا أريد أن أقول، على الشخص أن يطرح السؤال ماذا أريد أن أقول بالضبط. نورمالمون يعني كما نقول طبيعيا او عاده، نورمالمون كما نقول بشكل طبيعي او عاده. فوغوتروفي الوغ فوتغ ايدي، اذا عندها ستجد فكرتك. فوغوتروفي يعني انك ستجد الوغ حينئذ فوتغ ايدي فكرتك. اي فو ليكسبريمي يعني انك ستعبرها، المقصود انك ستعبر عنها. اي فو ليكسبريمي وأنتم ستعبرون عنها، المقصود أنك ستعبر عنها. أغالمو يعني شفهيا دو فاسون سامبل، أنك ستعبر عنها بعد هذا السؤال بشكل بسيط وبدون تعقيد. إذا ستقول مثلا جو فو دير كو جو سوي انتيريسي بار سيت امبلوا. جو فو دير أنا أريد أقول كو جو سوي انتيريسي بأنني أنا مهتم بار سيت امبلوا، أنني مهتم بهذه المهنة. Écrivez alors votre idée ainsi. Écrivez alors. Écrivez عندئذ votre idée
أنسي. إذا طبعا عندما تطرح هذا السؤال ستجيب عنه شفهيا Je veux dire أنا أريد القول Je suis intéressé par cet emploi. أنا مهتم بهذا العمل أو بهذه الوظيفة. Écrivez alors votre idée ainsi. إذا اكتب عندئذ فكرتك كما هي. Écrivez alors votre idée ainsi. اكتب عندئذ فكرتك كما هي. Il sera toujours temps ensuite d'affiner le style. Il sera toujours temps ensuite d'affiner le style. سيكون دائما الوقت. سيكون دائما الوقت. المقصود بأنه سيكون هناك وقت. Ensuite بعد هذا d'affiner le style. D'affiner le style. طبعا لو ذاب أفيني المقصود بأنك تهذب، أنك ترقق، أنك تسقل، أنك تناعم، بمعنى آخر أنك تحسن. إذن طبعا أنت أجبت جوهريا عن سؤالك بشكل بسيط ومبسط. بعدها سيأتي تحسين الأسلوب. طبعا سيكون هناك وقت لتحسين الأسلوب كما عندنا هنا. Il sera toujours temps. يعني أنه سيكون دائما هناك وقت أنسويت بعد هذا دافيني لستيل من أجل تحسين الأسلوب. Au moins vous avez exprimé votre idée centrale. على الأقل أنت عبرت عن فكرتك الرئيسية وهذا هو المهم. Au moins vous avez exprimé votre idée centrale. على الأقل أنت عبرت عن فكرتك المركزية. المركزية المقصود الرئيسية. De façon générale, si vous voulez être clair à l'écrit, بصفة عامة, si vous voulez être clair à l'écrit, إذا أردت أن تكون واضحا في الكتابة, il faut toujours bien exprimer votre idée centrale. يعني يجب دائما أن تعبر جيدا فكرتك المركزية. المقصود أن تعبر دائما عن فكرتك المركزية المقصود الرئيسية. إلى مترو نافون ثم أنك تضعها في الأمام, يعني أنك تضعها في الواجهة. لا تتحدث عن أفكار أخرى غامضة ثم تأتي بعدها بهذه الفكرة الرئيسية, بل عليك أن تأتي بهذه الفكرة الرئيسية أولا, يعني أن تضعها في الواجهة وأن تركز عليها. De façon générale, si vous voulez être clair à l'écrit, il faut toujours bien exprimer votre idée centrale et la mettre en avant. Que ce soit dans un texte court comme une lettre ou long comme un rapport. Idem, si vous voulez être clair à l'écrit, il faut toujours bien exprimer votre idée centrale. يجب دائما أن تعبر فكرتك المركزية. المقصود يجب دائما أن تعبر عن فكرتك الرئيسية أو المركزية. إلى مترو نافون. إلى مترو نافون. إلى مترو نافون. وأن تضعها في الأمام. كوسوسوا دون زان تكست كور. سواء كان ذلك في نص قصير. كوسوسوا دون زان تكست كور. سواء كان ذلك في نص قصير. كوم إن لتر. مثل رسالة. كوم إن لتر. مثل رسالة. أو لون. كوم أن رابور. أو طويلا مثل تقرير. المقصود هنا بأنه عليك دائما أن تعبر عن فكرتك المركزية طبعا بطرح السؤال الذي ذكرناه, ماذا أريد أن أقول. أن تعبر عن فكرتك هذه في النصوص القصيرة مثلا رسائل, أو في النصوص الطويلة مثلا عند كتابة تقرير. في كل الحالات عليك أن تطرح السؤال ماذا أريد أن أقول ثم تكتب فكرتك هكذا كما هي. Le lecteur sait ainsi d'emblée ce que vous voulez lui dire. Le lecteur sait ainsi d'emblée ce que vous voulez lui dire. Le lecteur المقصود به القارئ. نتكلم على الverb lire يعني قراءة. Le lecteur يعني القارئ. Sait, c'est le verbe savoir. Sait, c'est le verbe savoir. هذا فعل عرفة. أقول je sais, tu sais, il sait. أقول je sais, tu sais, il sait. Nous savons, vous savez, ils savent. Je sais, tu sais, il sait. Il sait. Le lecteur sait. القارئ يعرف. Ainsi, هكذا. D'emblée. طبعا كلمة emblée المقصود بها سريعا. Aussitôt. يعني سريعا. طبعا كلمة emblée دائما تأتي مع هاد دي apostrophe.
يعني أننا نتكلم دائما عن دومبلي يعني سريعا، لا نتكلم عن كلمة أومبلي لوحدها. إذن لو ليكتور سيانسي دومبلي، إذن القارئ يعرف هكذا بسرعة سو كو فو فولي لو دير، ما تريد ما تريد قوله له، ما تريد قوله له. إذن القارئ عندما تعبر عن فكرتك الرئيسية بشكل مباشر متجنبا استعمال عبارات طويلة ومعقدة، إذن طبعا القارئ أكيد سيفهم ما تريد قوله. On oublie souvent، إذن عندنا لو فيرب أوبليي يعني ناسية، On oublie souvent يعني أننا ننسى غالبا. On في الواقع كان يكخي بأن كتابة، بأن نصا نكتبه مثلا est un support de communication، بأنه هو كما نقول بساط أو بأنه حامل de communication للتواصل، تنتكلم على واحد المنصة ديال التواصل. إذن هذه الكتابة التي سنكتبها هي فقط منصة للتواصل، إذن هي أداة للتواصل كما نقول. إذن on oublie souvent يعني أننا ننسى غالبا، on في الواقع كان نكخي بأن كتابة ما، بأن نصا ما نكتبه est un support يعني أنه منصة، est un support de communication منصة للتواصل. Il s'agit de transmettre un message. Il s'agit de transmettre un message. يتعلق الأمر بنقل رسالة. طبعا عبر هذا المكتوب، عبر هذا النص. إلى واحد أو ديليكتور أو إلى عدة قراء. إذا نتكلم عن هذا الذي نكتبه هو فقط منصة لنقل رسالة إلى قارئ أو إلى عدة قراء. Il s'agit de transmettre un message à un ou des lecteurs. إذن يتعلق الأمر بنقل رسالة إلى قارئ أو عدة قراء. Et non pas d'écrire pour se faire plaisir. ولا يتعلق الأمر بالكتابة من أجل التسلية. Ou pour noircir du papier. أو من أجل تسويد الورقة. نجعلها سوداء. يعني أن الأمر هنا يتعلق بنقل رسالة، بنقل ما نريد قوله إلى قارئ أو عدة قراء، ولا يتعلق الأمر بالتسلية. نحن هنا لا نكتب من أجل التسلية أو من أجل فقط ملء الورقة. إذن طبعا عندما يطرح هناك موضوع طبعا تكون هناك مجموعة أفكار، وعلينا عند كل فكرة أن نطرح السؤال ماذا نريد أن نقول، ثم نعبر عن كل فكرة فكرة بشكل مبسط ودون تعقيدات أو إطالة. طبعا الكاتبة تتحدث في الغالب إلى المتحدثين باللغة الذين يتكلمون اللغة. هذا الأمر أيضا يصلح مع الأشخاص الذين يتحدثون مثلا اللغة العربية أو أي لغة أخرى. هذه الأشخاص ومنذ الصغر هم معتادون على سماع عبارات معينة، ويعرفون عبارات بسيطة مثلا ممكن استعمالها في موضوعات كهذه. إذن عندما يتجنب هؤلاء الأشخاص الإطالة وتعقيد العبارات، أكيد أنهم سيأتون بعبارات في الغالب ستكون سليمة ومفيدة. طبعا حتى نكون واقعيين، المشكلة هنا عند الأشخاص الذين لا يتحدثون مثلا اللغة الفرنسية، ويمكن أن تقع هناك مثلا ترجمات لعبارات من اللغة الأم إلى اللغة الثانية. طبعا الترجمة خاصة الحرفية منها لا يمكن أن تكون دائما صحيحة. هنا يكمن المشكل الآخر يمكن أن نضيف هنا في هذه الحالة، بأن الشخص الذي يكتب عليه أن يختار العبارات البسيطة والذي اعتاد سماعها أو أنه تعلمها، بدل الأخذ في عبارات أخرى هي غريبة عليه. كل عبارة عبارة يمكن أن نقولها أو نكتبها بعدة طرق بطرق شتى. إذن طبعا علينا أن نختار الطريق السهل لكي نقول هذه العبارة، لكي نكتب هذه العبارة. يمكن أن نستعمل فعلا بدل فعل، ممكن أن نستعمل كلمات بدل كلمات، يمكن أن نستعمل أسماء غير أسماء. إذن نأتي بالعبارات التي نعرفها ونحن متأكدون من صحتها حتى لو كانت جد بسيطة، ثم مع الوقت تتطور هذه العبارات ويتطور الأسلوب. إذن كما قلنا بأن الفكرة العامة التي تتمحور حولها هذه الفقرة هي أولا القصد في طرح الفكرة، أن نطرح السؤال ماذا أريد أن أقول، ثم ثانيا
على البساطة في التعبير، ثم ثانيا البساطة في طرح الفكرة. إذا نستعمل عبارات بسيطة ومؤكدة، وبالتالي نحصل على عبارات واضحة ومفهومة. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.